عاجل انهيار عبد الله الويشد بعد وفاة زوجته، وهذا هو السبب الحقيقي لوفاتها. نقول عظم الله أجرك أستاذ عبد الله الويشد. أجرنا وجبة، الله يطول عمرك ما تقصين، عظم الله أجرنا. توفيت كلنا منذ قليل ابنة عم عبد الله الرويشد وأم أبنائه الراحلة إقبال خالد عبد الله صالح الرويشد أم خالد عبد الله الرويشد. وأفادت مصادر إعلامية لمشاوير مشاهير أن سبب وفاة زوجة عبد الله الرويشد هو صراعها مع مرض السرطان، حيث تدهورت حالتها الصحية خلال الفترة الأخيرة، ويتم الحديث عن أنها أصيبت بفيروس كورونا وهي مصابة بالسرطان، ففارقت الحياة اليوم السبت 25 ديسمبر 2021. وكان عبد الله الرويشد قد ارتبط بزوجته إقبال وتزوجها وهو في 18 من عمره، وله منها عدة أولاد، خالد الذي دخل عالم الفن والغناء مثل والده. وأعلن خالد الرويشد خبر وفاة والدته من خلال مشاركته لورقة النعي عبر حسابه على إنستغرام، كاشفا أن الدفن سيكون غدا بعد صلاة العصر.